كل ده في وجود خبير تحكيمي أجنبي اسمه بيريرا. وفي التجربة المستمرة بقالها موسمين أو أكتر في الاستعانة بالخبراء الأجانب. النهاردة معايا اتنين من الخبراء المصريين بقى، مش الأجانب، اللي ليهم طبعا رأي في ورأي مهم في التحكيم بشكل عام. كابتن أحمد العدوي رئيس لجنة الحكام بمنطقة السويس والحكم الدولي السابق. كابتن أحمد برحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ إسلام، منورنا حبيبي. إن شاء الله كده تبقى حلقة خفيفة أول مرة، وتبقى واحدة واحدة علينا كده. إن شاء الله. إن شاء الله منورنا لأول مرة. إن شاء الله تتكرر تاني. إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. إن شاء الله تتكرر تاني. والخبير التحكيمي المتميز الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح، واللي آراءه طبعا مثيرة وجدلية وساخنة وجريئة وصريحة في طوال الموسم اللي فات، عامله له مشاكل كتير. كابتن محمد برحب بيك، منورنا بيك ومشرف. كابتن اسلام، انت اللي دايما منور ومتالق. تمام رئيس. الحمد لله. طب الحمد لله. راضيين عن اداء الحكام السنه دي كابتن احمد؟ السنه اللي فاتت ايه؟ سؤال صعب. ايه السنه دي؟ احنا قلنا خلينا واحده. راضي عن اداء الحكام السنه دي بنسبه 80%. 80%؟ 80%. اه طب انا هقول لك انا حاجه. انت بادئها بدايه زي الفل. لا اقول لك انا حاجه، هو مش لازم ان انا ابقى مع او ضد. انا دخلت التحكيم في 97 واعتزلت من سنتين بالظبط او 3 سنين. مر عليا ما يقرب من 8 رؤساء لجان. 8 رؤساء لجان. 8 رؤساء لجان كلهم اتهاجموا ان مستوى التحكيم سيء. مفيش جديد السنه دي. نفس الهجوم على نفس الناس هي اللي تهاجم، مفيش جديد. عندك جديد انا موافق. هل في حاجه تتعرض للذمم الماليه؟ هل في اخطاء عمده؟ نبتدي نتكلم في الحته دي. لكن اخطاء لو مين جه من السماء برضه هيبقى اخطاء. لو كابتن محمد صلاح عبد الفتاح متعمده زي اللي مش متعمده يا كابتن عدوي، لان في النهايه انا كنادي بخسر. تمام. انا ماليش دعوه بقى انت متعمد في خطا اصلا مش متعمد، انا مش هدخل جوه نيتك. لا الحكم ده لكن في النهايه في انا بصرف، انا بصرف مبالغ ماليه، انا بصرف على لاعبين، انا قدام الجمهور وانت بتخسرني كل ده. طب بقى فرحتي بسببك انت، سواء بقى الخطا يا سيدي مش متعمد. تمام. انت راجل زي الفل ماشي. تمام. بس انا خسرت بسببك، بسبب يا اما خطا غير متعمد. تمام. يا اما انت مش مركز، يا اما انت اصلا مش مؤهل انك انت تدير مباريات في الدوري الممتاز. طب مبدئيا مين اللي اخطا؟ مش الحكم؟ اه. طب الاخطاء ده كام سنه؟ وانت لا لا ايه؟ قبل كده ايوه افهم ان في اخطاء. تمام. لكن دلوقتي وانت معاك تقنيه الفيديو ده انت المفروض قاعد حاطط رجل على رجل. تمام. ما يبقاش في خطا واحد. طيب. في ظل وجود تقنيه الفيديو. اي حاجه فيها تدخل عامل بشري فيها اخطاء. كابتن محمد كان حكام كبير وتواجد معانا في المعسكرات، صح يا كابتن محمد؟ مظبوط. بيعرض علينا حالات فيديو تيست قاعدين 30 40 حكم. تمام كده؟ كلنا قاعدين، الحلقه قدامنا بتشوفها مره واثنين وثلاثه ومن غير ضغوط، يعني سواء جاوبت صح او جاوبت غلط ما فيش اي ضغوط عليك، صح يا كابتن محمد؟ بس انا هختلف معاك. هكمل لك بقى، هكمل بس، كم واحد بيحل صح؟ لا الغالبيه بتحل صح. نسبه قد ايه كابتن؟ سيبك من المعسكرات. قول لي بس معسكرات. لا انا بتكلم الحكام دي، انا بتكلم ان في اخطاء. مره اقولها. قول لي معسكرات اللي انتم بتعملوها للحكام دي معسكرات وهميه للشو الاعلامي بس، عشان حضرتك كمسؤول تطلع تقول لي انا عملت معسكرات وبالتالي جبت الحكام وعرفتهم اخطائهم. طب ما الاخطاء مستمره على قد حق. ده خلي بالك على قد ده احنا بنتكلم في الدوري الممتاز. تمام. اقسم لك بالله ان انا حضرت مباريات للناشئين، مباريات للناشئين بقى في ايه، في حاجات يعني في دوري ناشئين يا كابتن محمد. يعني انا الموضوع يعني مش عايز اقول على الهوا يعني ان ما ينفعش الحكم باي حال من الاحوال ما يعرفش يدير مباراه ناشئين. يعني انتوا على اي اساس بتختاروا الحكام؟ بس دي مهمه، لو هنتكلم بقى من الاساس دي مهمه جدا جدا جدا، وانا واحد من الناس من ضمن الحاجات اللي قلت عليها لازم لجنه
لجنة محايدة محترمة هي اللي تقيم، هي اللي تقيم. أي حد يقدم يتقبل، مش أي حد يخش الامتحان ينجح يتقبل، دي مشكلة. فمن ضمن الحاجات حسن الاختيار بتاع الحكم الجديد ده من ضمن الأسباب المهمة لنجاح التحكيم في مصر. ليه؟ في حكم بينزل الملعب كابتن محمد أصلا مش عارف القانون.